السلام عليكم. هاي العبارة جدتي راح انتظرها اركب بيها. شوفها هاي، شوف البحر شلون جاي. هذا البحر، بحر الشمال، شوف شلون جامد. درجة الحرارة هسه ناقص 3، بس بالليل صارت ناقص 11 10. هاي عبارة تركب السيارات تنقلها من جزيرة لجزيرة. تطبوق الثاني راح اصعد بيها بعد شوي، ودينا لغير جزيرة. شوف المنظر، يجني جزر متفرقة. شوف الثلج، الشمس عندنا بس هي باردة. يعني هذا الخضاري هنا هون اشقال، هذا ميناء يعني، هذا علم الدنماركي. ليش ما حد تطلق؟ ليش باخرة تودي ليش غير جزيرة؟ جزر متناثرة.